عايز اقول لكم ان في يعني خبر ممكن يكون مهم جدا للجماهير المصريه، وعايز يعني القانون ده طلع الفيفا طلعته لسه الاسبوع ده، عايزين يعني لان القانون ده خلي بالكم الانديه المصريه هتبتدي تكتشفه بعد 3 4 شهور، فانا بلخص عليكم 3 4 شهور بقول لكم دلوقتي يعني عشان تعملوا حسابكم. الفيفا يا جماعه طلع قرار زي ما حضراتكم شايفين اهو، ان بدايه من الموسم القادم ممنوع اي نادي from 1st of July 22 لغايه 30 جون 23 maximum of 8 professionals loaned out a maximum of 8 professionals loaned in. يعني ايه؟ يعني بدايه من الموسم القادم في الدوري المصري في اي حته في العالم، ده قانون الفيفا، ممنوع ان انت تطلع اكتر من 8 لعيبه اعاره، حتى يعني ممنوع ان الاتحاد المصري اصلا يسمح لك ان انت تبقى الاعارات المفتوحه دي. وسبحان الله الفيفا كانهم بيفكروا اللي انا بفكر فيه، ان انا كنت بقول ان موضوع قائمه الاعارات المفتوحه ده انت بتدي سلاح للانديه اصلا الجامده الكبيره على الانديه الضعيفه الانديه الصغيره، ان هي تقدر ان هي تقرب الجابس وتقرب المستويات ما بينك وما بين تقرب المستويات ما بين الانديه وما بينها وبين بعض، هو معاه سلاح. بدايه بقى من جولاي 2023 لغايه جون 2024 هيبقى الماكسيمم 7 السيزون اللي بعديها، السيزون اللي بعديه، والسيزون بقى اللي بعديه هيبقى الماكسيمم 6. هم عاملينها على مراحل عشان الناس اللي عندهم لعيبه بعارين كتير يعرفوا ان هم يتصرفوا فيهم. فالانديه المصريه يا جماعه اللي كانت بتطلع لعيبه اعارات 15 لعيب وكل الكلام ده كله، وكانت بتستغل الموضوع ان اللي هم عندهم لعيبه تطلع اعاره كتير كسلاح ضد الانديه التانية الصغيره، الاتحاد الدولي بيقول لكم بخ خلاص، القصه دي مش هتبقى موجوده، والقصه دي عمرها ما كان الاتحاد المصري هيغيرها، لكن الحمد لله الفيفا ريحنا وغيرها، لان ده هيقلل الجابس ما بين الانديه، هيقلل الفروقات ما بين الانديه. دي ليها علاقه بقائمه الانتظار؟ إيه؟ قائمه الانتظار أصلاً. قائمه الانتظار دي غير معترف بيها في العالم. أوكي. دي قائمه الانتظار اللي موجوده في الاتحاد المصري دي قائمه الفساد اسمها. ليه؟ لان انت النهارده ممنوع ان انت تحرم لعيب من ان هو يشارك، من ان هو يبقى عنده فرصه المشاركه مع الفريق الاول، حتى لو بتديله الفيز بتاعته، حتى لو بتدفع له الفيز بتاعته. اكبر دليل على كده ايه؟ الاهلي مثلا لما حط اجايه حط على قائمه الانتظار والولد راح اشتكى، صح؟ حكموله ايه؟ اضطر الاهلي في الاخر ان هو يدفع له فلوسه وان هو يمشي. صح ولا لا؟ عشان تبريك بيس كونتراكت. الكلام ده حصل مع لعيبه تانية كتير. قائمه الانتظار دي قائمه معموله فساد رسمي، يعني اي حد هيشتكي ياخد فلوسه، المفروض طبيعي. المشكله بقى الكبيره اللي موجوده في الاتحاد المصري ودي الحاجات اللي لازم تتغير، ان بيجي النهارده لما لعيب اجنبي يا طارق مثلا يروح يشتكي عشان هو طرف من بره، بيروح يشتكي النادي يقول ما فيش حاجه اسمها قائمه انتظار، بيروحوا عاملين ايه؟ الاتحاد الدولي بيجبر الاتحاد المصري ان هو يخليهم ان هم توريليس، ان هو تو بريك اب هيز كونتراكت، وان هو ياخد فلوسه كامله لان انت ما اخترتوش ان هو ايه هيمشي. لما بيجي بقى لعيب مصري يا عيني محطوط في قائمه الانتظار مش فاهم حاجه يشتكي، لا هو فاهم. أوكي. هو راح اشتكى بقى للاتحاد المصري، الاتحاد المصري يقول له لا هو ده النظام عندي، راح مشتكي بره، فيجي يشتكي بره، فالاتحاد الدولي يقول ايه؟ يقول له دي حاجه ما بين لعيب مصري ونادي مصري، حل انت. وده الظلم. انت النهارده بتجيب ولد مثلا عنده 23 سنه 24 سنه تروح مقيده ومديله عقد صغير ومقعده جنبك تقول له قائمه انتظار ازاي؟ يبقى القانون ده برضو ملوش علاقه بقائمه الانتظار، ملوش علاقه، ده لعيبه. دي حاجه ثانيه، دي لعيبه لازم تبقى لعيبه اصلا. قائمه الانتظار دي مش موجوده اللي عندنا في مصر. مش موجوده في اي حته ثانيه في الدنيا. مش حاجه اسمها قائمه انتظار، مش حاجه. اللعيب النهارده، انت النهارده عندك مثلا قائمه 30 لعيب، 30 لعيب دول منهم 8 لون بس. لا ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انت فاهم قصدي؟ انت بتتكلم على ايه؟ انا بتكلم هل اللونز يعني اللونز دي لا بره القائمه، بره القائمه، بره القائمه. قائمه الانتظار دي حاجه اصلا معموله، قائمه الانتظار دي حاجه ثالثه خالص. هو ده اللي بتكلم فيه. انت من حقك غير ال 30 المسجلين عندك 8 لون ان انت تطلع 8 لعيبه اعارات. اللي كان موجود في مصر ان قائمه الاعارات كانت مفتوحه بالظبط، ممكن تطلع 20 لعيبه اعاره، ما عندكش مشكله. وده غلط. ليه؟ لان انت المفروض ان انت النهارده تجمد الانديه التانية الصغيره اللي معهوش فلوس النهارده. انت النهارده في لعيب وصل عندك لسن 21 سنه، انت ما عرفتش تستفيد منه، عرفتش تستفيد منه، في نادي تاني يستفيد منه، خلاص يروح
ويشتغل في النادي الثاني.